أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بخروج الدفعة السادسة من مهاجري حي الوعر المحاصر في مدينة حمص باتجاه مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي ضمن اتفاق لجنة الحي مع وفد روسي في وقت سابق يقضي بإخلاء المدينة من سكانها والمسلحين. وذكر المرصد أن الدفعة السادسة تشمل خروج نحو 2000 شخص من بينهم 500 مسلح إضافة إلى العائلات، ومن المتوقع وصولهم صباح الثلاثاء.